بعثت هناك بكرة الساعة 9 سيكون قائد كبير هنا بكل تفضلوا تعالوا عند القائد الكبير. وأنا قلت له كالتالي إنه الشرطة هي المسؤول الأول والأخير عن اللي بيحصل لأن هي المسؤولة عن أمن وسلامة المواطن. وإذا كنت هسه أنا بقدر أجيب أنادي في الميكروفونات كل أهل المفاهم بنزلوا بنسكر شارع ودارهم. أما هاي الخطوة واردة إذا المواطن أمني بدوش يؤخذ بنظر الاعتبار زي أمن أي إنسان يهودي. لن يكون للمجتمع الإسرائيلي أمان وأمن إذا ما بكاش إلا أمن وأمان. هذا الموضوع فهمه تماما، ولأنه فهمه تماما بكرة دعانا إنه نيجي نقول للقائد الكبير اللي بده يجي يتابع هذا الموضوع. السيد أحمد كيوان، أفهم من قولك بأن إذا الشرطة لم تتحرك ستعلنون إغلاق شارع 65 وادي عارة إذا لم يكن حل لضمان أمنكم وسلامتكم؟ بكل تأكيد، مش بس ربزة كيوان الحي اللي تضرر الليلة، ولكن بمقدورنا إخراج أهل أم الفحم وكل مواطني وادي عارة لإغلاق الشارع، وليكن ما يكون وهم المسؤولين عن تبعات هذا الشيء. قلنا لهم انه احنا لسنا مخالفي قانون، ولكن اذا اضطريتوا ان نخالف القانون سنخالف القانون وانتم تتحملون المسؤوليه. كخطوه احتجاجيه لضمان امنكم وسلامتكم، لماذا انتم الان في هذه اللحظات في ساعه متاخره من منتصف الليل هنا امام مقر شرطه ام الفحم؟ جينا للتظاهر امام مركز الشرطه في ام الفحم احتجاج على تساقط الكثير من العيارات النارية التي أطلقت من حي البيار نتيجة لمشكلة داخلية موجودة هناك. وللأسف الشديد الكثير من الرصاص الذي أطلق في هذا الحي وصل إلى البيوت التي نسكن بها، حيث سادت حالة من الذعر لدى الأطفال والنساء والجميع، وقد تعرضت سيارة لإطلاق نار مباشر وذلك عندما كانت في هذا الحي، وقد تواجد في هذه السيارة عائلة كاملة. بلطف الله لم تقع أي إصابات. قمنا بالاتصال بالشرطة إسرائيل، الشرطة كان ردها كالآتي: ادخلوا إلى بيوتكم، فقط ادخلوا إلى بيوتكم. عندما قلنا لهم أننا نتعرض حتى داخل البيوت الرصاص يصلنا، قال لا نستطيع أن نعمل أي شيء حاليا. وجئنا إلى هنا. إذا كانت الشرطة لا تستطيع أن تحافظ على أمننا وأماننا، فماذا يريدون منا أن نفعل؟ نريد جواب من قبل شرطة إسرائيل على كيف لنا أن نتصرف. هل نحن يجب أن نتصرف أم شرطة إسرائيل في هذه الحالة يجب أن تتصرف؟ شكرا لك.